وتعالوا بينا بقى نقول مقادير الزيتون المخلل. عندنا النهارده 2 كيلو من الزيتون، تقدري تجيبيه تفاحي، تقدري تجيبيه اي نوع انت عايزاه، مفيش مشكله خالص. عزيزي، عجيزي، زي ما الناس تحب تسميه يعني، وفي انواع تانية كتير جدا، في اي نوع هيمشي كويس جدا مع الوصفه. يبقى عندنا 2 كيلو زيتون، نص كيلو من الجزر مبشور، نص كيلو من الليمون متقطع ترانشات، ونص كيلو من الفلفل الحامي متقطع شرايح، حزمتين من الكرفس المفروم، معلقتين كبار من الفلفل المفروم، قشر الليمون اللي احنا عصرناه هنخليه معانا، نص كوباية زيت، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقتين صغيرين من حبة البركة، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة المطحونة. ده الحاجة اللي هنحطها مع الزيتون. أما المحلول الملحي هيكون عبارة عن 2 لتر مية مغلية ومتبردة، كوباية من الملح، وعندنا كوباية عصير ليمون. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا ان اللتر المية بياخد نص كوباية من الملح، عشان لو عوزنا ان احنا نزود مية تانية او محلول ملحي تاني، يبقى اللتر المية اللي هم 4 كوبايات بياخدوا نص كوباية ملح. وتعالوا بينا بقى نعمل الخلطة. الخلطة دي بقى طعمها حلو قوي قوي مع الزيتون، بتخلي طعمه حلو، هي نفسها بيبقى طعمها حلو جدا لما بتجيب بقى بالمعلقة كده وتحطي في الطبق كله بيتاكل، سواء الجزر او الكرفس او شرايح الليمون والفلفل، كل ده بيبقى طعمه حلو جدا. بس قبل ما ابدا بقى في حاجة هنقولها دلوقتي، انا جايبة التفاح وبدأت اعمل فيه شقوق بالسكينة. طيب ممكن بدل شقوق السكينة ان انا اجيب مدق البفتيك واخبط خبطه على الزيتونه بحيث ان هي تفتح مننا، ولما تفتح هيدخل لها كل الطعم والسوائل اللي هتتخلي فيها، فتخلي طعمها احلى وتستوي اسرع. تمام؟ يبقى عندنا طريقتين، يا يعني نفتح بالسكينه فتحتين ثلاثه، يا اما ندق بمدق البفتيك دقه واحده كده بحيث ان هي تعمل فتحه فيها. طيب في ناس بتحب تنقع الزيتون، مفيش مشكله، عندك يعني خيارين، يا اما تنقعيه 3 ايام وتبدلي له الميه يوميا مش اقل من مرتين ثلاثه عشان ما يبوظش، لانه لو سبتي فيه الميه فتره طويله هيبوظ وريحته هتغير. يبقى لو حابه انك انت تنقعيه هتنقعيه 3 ايام، وفي الثلاث ايام دول كل يوم تغيري عليه الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، 3 مرات في اليوم. طيب فايدتها ايه الحكايه دي؟ فايدتها ان هي بتنزل لي مراره الزيتون وبتخليه يستوي اسرع ومبقاش فيه طعم مراره خالص، ده انا لو هاكله على طول. اما انا لو عايزاه احتفظ بيه فتره وعايزه احتفظ بطعمه القوي، فانا مش هنقعه خالص، لان الزيتون بالذات بقى فيه زيوت كتيره جواه، فحرام ان انا انقعه في ميه وتطلع وتروح على الفاضي. تمام؟ يبقى في خيارين ليكي فيهم مطلق الحريه، تنقعي 3 ايام تغيري في اليوم 3 مرات الميه، يا اما من غير نقع خالص، وده اللي انا هعمله دلوقتي وده اللي انا بعمله في بيتي من غير نقع خالص، وبناكله بعد شهر بيبقى زي الفل.